تبغى اي بلس دو تبغى تحل لان الاغلبيه من المناطق هنا تبغى يعني تبغى دومينا ديسل السكن من دوزيام ايطاج. فيما يخص المناطق المحيطه هني بطبيعة الحال قضى سيري الاجن الاجتهاد منه لان الخوض تم ادماجهم فعلا بطلب من المجلس في اخر اجتماع يغار توغا توغا الاجتماع الذي العمل المقر العملي توغا قانس اللجنه التقنيه للتعمير باش توغا انت ادماج المناطق المحيطه بالمركز مي مثل تاروخني لان اخر نسخه توغا تغانا توغا ديت منطقه غابويه يعني دي مارت قريب من المناطق المحيطه دونك النسخه اللي غنغرفو ثاني تا اللي غنداول السيف ليس المناطق النيل ولكن ليس نجم نسبه تم قرانت جيتيد اش اش دي يعني هابيتا ديسبيرسي ني غابيتا افيم دونسيتي يعني السكن ذو الكثافه المنخفضه مثل معنى النسوة هو يعني باختصار الشيخ يعني خصها تيري مساحه تم قرانت باش تبني نجم نسبه تم صيان مشي بطبيعه الحال التوجه يغانق وهو العكس الشيء مثلا المناطق الجبليه اذا نسني لا غاسي منظر استراتيجي جن موقع مهم نزو نهار في الشغل تيري اثناء بحال اساس باش تستلف هذا يسنق من جن مطلوب السكينه ذني وهو اضعف الايمان هذه نتيري المنطقه الفيلات جد اكسيدونتي يعني حيث حافظت التربه باش توقع الفيضانات باش توقع انجيرات التربه ثانيا تزين اللي تغو بيسون انت 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 الو الو ثانيا لو ريغلو مون جي لو ريغلو مون دامي لاجمون لي ضابط الكامل واي ديفينيشا واي واي سي شيف شي ستين ستان و كاين الصفحه دابا ام تكون ستان و من نوع من نوع لو غوبوز مغيرين لو غوبوز مش سمي ديال انواع لو غوبوز مو لي لو غوبوز مو دي بلونتاسيون فرويتيه عين اشجار مثمره مثل الجوز يعني افهم الطماط يعني الزور نير اتيري دو روبوزمون فورستري يعني البيه والغابه يعني اليوم ما يزدش الزور يعني تريش طماط الوغ كوم الوغ ما كان الساكنه هم واحد النسبه كاين الزور الزور يتحافظ يتحافظ الزور ثاني نقطه نفس نفس الزونيك نتاعها هناك اكزام بوزيزا اكزام بوزيزا اكزام بوزيزا لا كونتينيتي نزي هاي مو دي زون لايتي كي بوندي تي ايش بدا بدا واحد سي غيشا باش تو شو شي كيما باش تكتب الو 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 مس انا سام بوزيزا كي تزد بوزيزا زيد حادو ليك بوزيزا الو دي زون كوري حتى تشي بروبليم نفس الشيء بالنسبه ولاد سالم ولاد سالم ولاد سالم كيبدا 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 ولاد سالم وي سي غيشا سنجح غير تقنيين غير مهندسين سن كلشي لكن لقيت لقيتيش الاداره واحد السرقع من ديزي الانصار فمنطقه وهدانه واغماريا وسيدي علي الفضيل مناطق متضرره استحمل الداخل اللي كاين الاخ سميت على المحطه سميت شويه فهم هو مليح بعض الوقت اخ يا ميرسي ميرسي سيو باش يدير شويه تعرف العربيه يوم مرة سيو البازيت لا صح من اللي بعدو ماشي صرا يا حنا شي شي لا ممكن واخا يلا يلا واخا صافي صافي يلا ما كاين مشكل خفيف واش تصرا تعرف ف منطقه نيغون كتجينا قبل ما تنطلقان منطقة وهدانة منطقة وهدانة ومنطقة إغمارية منطقة وهدانة منطقة وهدانة منطقة إغمارية ومنطقة سيدي علي الفضيل مناطق متضررة فقبل ما ندخلوا في الحيثيات كنطلب من السيد الرئيس والسيد رئيس المجلس البلدي باش يصيفط اللجنه التقنيه الى عين المكان مصحوبا بهذا السم تهيئه جديد ويدرس في الموقع يعني على الارض وغادي نستنجو وغادي نستخلصوا منه بان هناك بعض الامور ما مقبولاش طرق كتخترق منازل واحد العدد ديال المنازل اللي مهدده بالبناء
وكاين الناس اللي ما كيعرفوش يعني ما راهم تعرفوا في الديور ديالهم ما عارفينش بان الطريق ولا الشارع جالس في الارض ديالهم ولا في الدار ديالهم رغم ان التصميم معلق بالبلديه. قلت بان هناك منازل للهد هذا الاسم ديال التهيئه اخترق واحد العدد ديال الشوارع اخترق واحد العدد ديال المنازل للهد ثم هناك شوارع شارع تنجز هذه مده والديور على ضفتين يعني كاينين ديور لا على اليمين ولا على اليسار ولكن زاد هذا التصميم جاء ووسع في العرض ديال الشارع الطريق مثلا اللي داروا جديد مزفته فويدانا فيه شارع 80 داروا فيه 12 هو غادي يبداو من الاغماريين وحنا كنهدموا حتى نوصلوا للرومبور ديال فرخانه غادي نبقاو نهدموا من وين من الاغماريين حتى نوصلوا للرومبور ديال فرخانه وحنا كنهدموا في الديور كنقترح لان عندي شكايه تما كاينه الشكايه غادي تنقترح بان هاد الشارع 80 والشارع 76 يبقاو في العرض ديالهم 6 متر باش تفاديا ما نهدموش الديور واش حنا غادي نبقاو نهدمو عباد الله كادي 50 ولا 60 دار واش البلديه عندها باش تقوم هاد الشيء حنا نهدمو لكن واش عندكم باش تعوضوا الناس ما عندناش فلذلك كنقترح بان هاد الشوارع يعني تقليص من عرض هذين الشارعين 76 و 80 يعني نخليو هاد الشوارع كيف ما كانوا 6 متر اللي فيهم يتبقى 6 متر وهاد الطراش غادي نحيدوها وجيتو وهو ادهى وامر من هاد الشيء كلشي استوريتو على الارض ديال عباد الله استوريتو على الارض ديال عباد الله لا في وهدانا ولا في قبوزن ولا في الحيس اللي عليه الفضيل درتو مرافق اجتماعيه ومرافق اداريه وكاينين بقع ارضيه تسمى التهيئه بقع ارضيه خاويه وفيها مساحه شاسعه ايوا نمشيو نمشيو العين ما كان ونحطوا البلان تسليم التهيئه في الارض ونختاروا ديك القطاع اللي ما فيهم والو ما فيهم والو ونحيدوا الديور ديال الناس ونحيدوا اللي عندهم 100 متر 200 متر دينا هادو ثم النقطه وصلت الثالثه درتو منطقه وهدانا منطقه ديال التشجير درتو الشجور في الارض ديال عباد الله وتنقولوا اما غادي نرغموا يعني صاحب الملك باش يمشي يدير الشجور ولا المياه والغابات غادي يمشي يدير الشجور حنا لا مياه والغابات ولا مواطن داك المنطقة اللي يعني هنا في التصميم داروها باش يديروا الشجور غادي تكون منطقة مخصصة للفيلات منطقة مخصصة للفيلات وغادي نحيدوا التشجير واش الإنسان داك القطعة ديال الأرض ورثها قبل عن جد 100 قرن وغادي يوما غادي نحيدوها له نقولوا له لا ما عندكش هذه القطعة حنا غادي نديروها نشجروها داك المنطقة كما قال السيد المهندس ديال البلدية غادي نخصوها مناطق ديال الفيلات واش حنا غادي نهودوا التشجير الغابه البلديه المستدامه ديال المدينه راه حشومه غادي نديرو منطقه غابويه في وسط ديال المدينه هاد المناطق المنطقه اللي مخصينها الاشجار التشجير تنقترح باش تكون مناطق ديال الفيلا باش تتفاداو جميع الضرر اللي يمكن يلحق بالمواطن ثم كاين مناطق اللي التصميم واخا دار جديد لكن ديك المنطقة مش منهاش منطقة التصميم ديال التهيئة جديد لكن كاين شي مناطق ما والو كيف هاد التسوية الوضعية وبطريقة باش تنزل هاد المنطقة من أجمو أعمار يعني كنقول في هذا المجلس موقبين أنه غادي نطلبوا من الناس باش يزودوا المنازل ديالهم بالماء والكهرباء غادي نطلبوا منهم تسوية الوضعية والتسوية الوضعية اشار لها السيد المهندس انه كاين مشكل مع الوكالة الحضارية ومع هاد البلون بلون داميناجمون اللي توشا مجموعة ديال الديور باش غادي يعني كنحكموا عليهم من ديبار انه غادي نقتلوهم باش يزودوا الديور ديالهم بالماء يعني كنحكموا عليهم في ديبار باللي ما غاديش
يستفدوا من الماء والكهرباء. اولا ثانيا واحد النقطه اشار اليها السي حسين بلون داميناجمون ماجور في الديبار ديال المدينه، في الديبار ديال الانجاز ديال يعني تكوين المدينه. راه جات المدينه، راه دابا المدينه راه كاينه. هادي بيريفيري ديال بنص اللي كنهضروا عليهم، ولاد سالم يغمار ماريين يقبوز ولاد زهره، راهم اكزيستون، راه موجودين مبريين. ما كنديروش لواحد التيران اللي هو فيه نديروا له طريق ديال 30 متر ولا نفرضوا على انسان باش يبني دارو في 5000 متر. يعني راه يعني بحال كنحكموا على هذا، الى وفقنا على هذا البرنامج ديناجمو يعني غنوافقوا على البناء العشوائي 1000%، وما كاينش اللي غادي يوقفوا، يجي اللي يجي، ما كاينش اللي غادي. على الاقل كما قال السي حسين من 5000 نبتوا ب 1000 متر. كذلك مجموعه ديال الاحياء فرضوا عليهم مثلا زون ديال الغابات مثلا في دوايا، في مجموعه ديال المريض فرضوا يعني. وبحال كنقولوا في دوايا الفوق كما كيعرفوا الاخوان مجيد شعطو، راه الديور موجودين، الناس راه ساكنه. يعني ما يمكنش الناس يعني الناس يعني كنقول بواحد الطريقه مستقبل غيبنيو ويبنيو دير زون يعني منطقه ديال التشجير ولا منطقه ديال البناء. اذا على الاقل بعدا ما يقولوهم بلون دوميناجمون باش يقدروا يبنيو، ما غاديش نساعد يعني نعاون الناس باش يديروا الفوضى. ثالثا بالنسبه للحي الثانويه كما قال السي حسين، حنا السي حسين واش حنا كنمشيو للقدام ولا كنرجعوا للور؟ واحد الحي اللي جا في السونتر وراه من احسن الاحياء في المنصر، يعني باش نفرضوا عليهم سيرتو على هذا الشارع الكبير يديروا التروازيام كاتريام حتى السانكيام ماشي مشكل، كنرجعوهم باش يديروا بروميير ولا دوزيام ايطاج. يعني بحال راه الناس واش كيزيدوا القدام ولا كيرجعوا للور؟ حنا ماذا بينا يجي يديروا تصويت وضعيه ولا يجي يدير تسمى يزيد دوزيام ولا التروازيام. اذا انا حتى انا ما كنشاطرش الناس ديال المكتب ديال اللي كما قال السينور ديال المكتب الدراسه اللي دار المكتب الدراسه التونسي، هو اللي دار شيما ديريكتور ديال كرونادور، وحتى هو اللي خدم في هذا المشروع ديال هذا بلون داميناجمون ديال لي بيريفيري دو بليمسار. وكان جاب واحد النموذج ديال واحد المواطن اللي واحد الطريق اللي ما كانش مثلا في حي عبد المؤمن ما كانش طريق، وجابوا اقترحوا واحد الطريق على الطرف ديال الواد، وتشاوروا الدار وداو له الارض. هذا اللي كيضيع في الدار ديالو كيضيع في الارض. والنموذج مثلا طريق رقم 30 اللي في داروا فيها 15 متر على طرف الواد وضيعوا في دارو، ما غاديش يقدر يدير التصويت وهي، ولو انه بنا في دار والارض ديالو كتمشي. يعني راه كنحكموا على مجموعه ديال الحوايج يعني بالفوضى مستقبلا. والسلام عليكم. سنين فهاد السنين اللي جات هذا الوقت هذا وبهذا الشكل هذا وبهذه الطريقه نجحت في واحد الحاجه، وهو انه اعلن واحد الحرب نفسيه على المواطنين اللي شوش عليهم في المساكن ديالهم. ثانيا انا عندي واحد طلبور، وهو انه خصنا ندافعوا المجلس اليوم في واحد الامتحان حقيقي، خص يدافع على المواطن كيفما كانت مكانته وشكله ولونه ومستواه. حنا ما جيناش لهنا باش ندفعوا على واحد الفئه ضد فئه اخرى، وما نقبلوش شي تدخلات في التصميم من اطراف محظوظه باش غادي تحول هذا الشيء كيوقع في التصاميم. الناس اللي عندهم عقارات وكيتضروا من هذا التصميم عندهم الطرق ديالهم باش كيدخلوا باش كيحولوهم لواحد الناس مساكن اللي مغلوبين على امرهم، ما فاهم لا في التصميم ولا حتى في شي حاجه، حتى كيلقى الارض ديالو مشات. ولكن اللي ذكي اللي لعبها راه هو اللي حول له داك الطريق باش غادي يديها لشي واحد اخر. ثلاثه سيد رئيس اللجنه عندي واحد الملتمس غادي ترفعوا للمجلس بان هذا التصميم هذا غادي يتأجل. علاش؟ لقينا باللي واحد العدد ديال المواطنين مازال ما عارفينش باللي كاين التصميم باع، ما في راسهمش. اذا هنا المجلس ما قامش بالدور ديالو، علق التصميم هنا، ما دارش واحد المواكبه اعلاميه باش غادي يخبر الناس باللي راه عندنا واحد التصميم تهيئه راه تقدروا تضروا به. عندنا مواقع الكترونيه الحمد لله كتصور، كتعندها مساحه اعلانيه
ديال تما الاعلان، عندنا مساجد، عندنا واحد العدد ديال الوسائل اللي يقدر المجلس يوصل هذا الخبر للمواطن باش يعرف، لان التصميم شي مساله مهمه يمكن تضر المواطن وهو ما فراسوش، حتى كيلقى التصميم مصادق عليه واذا به كيلقى مشاكل من بعد. انا نتمنى هذه تاخذ بعين الاعتبار. ثلاثه، غادي يجيب لنا واحد التصميم اللي يقراه الجميع، اللي يفهمو الجميع. واش حنا جايبين هنايا التصميم باللغه الفرنسيه؟ حنا عاد دابا كنهضرو لا واه الامازيغيه لا واه العربيه لا واه حتى مازيغيه مستاره والفرنسيه كيفاش غنقولوا عليها؟ اللي جايبين لنا التصميم بالفرنسي شكون اللي فاهمو بعد هنايا؟ ملي كيجي المواطن هنا كيبقى مسكين غير يشوف الدار ديالو دايزه فيها الطريق ولا داروها شي منطقه ما نعرف حي اداري ولا منطقه خضراء، تما الرموز ما فاهم فيها والو، حتى الترجمه ديالها بالفرنسيه كنمشي كيقرا كيبقى مسكين غير معلق تما كيشوف. يديروا لنا التصميم باللغه العربيه مترجم، ديك الساعه عاد حنا كمجلس نمشيو ندرسوا، نعطيو الوقت للمواطن. راه واحد العدد ديال الساكنه ما فراسهاش باللي كاين التصميم هنايا في البلديه ولا شنو كيدور كاع. السلام عليكم. اخواني الاعضاء خذوا الكلمة. اولا فعلا ان اشكر المهندسين على العرض ديالهم قيم والعمل اللي داروه طيله هذه المده اللي عندنا جعلنا هذا البلان تعلق لنا في البلديه. اذا اظن ان كل مواطن اللي جا للبلديه انه ضع الشكايه ديالو وراه رهنا الدرس باش ان الشكايه ديال الدرس والمجلس غياخذ المجرى ديال هذه الشكايه ديال المواطن. فعلا ان هذا اليوم من هذا الاجتماع ما هو اجتماع تمهيدي للدوره، ولكن اخواني الاعضاء خص ان هذا التصميم ديال بلديه بلينصا، اذا خصنا نتعاونوا جميع باش نقولوا كلمتنا باش ان المواطن هذا التصميم اللي كانوا كينتظروه المواطن هذه مده، ماشي ان يجي على المواطن. بغينا ان هذا التصميم يكون لصالح المواطن باش انه فعلا يعطينا واحد القفزه مستقبليه، لا بالنسبه ضبط مسائل ديال بناء العشوائي، ثم انه كيعطينا واحد استراتيجيه العمل ان ما هو قانوني ديال المنع، اذا يكون عندنا واحد القانون اللي كيمنع بواحد مساله تقنيه اللي كيربطها القانون واللي كيسمح نفس العمل. اذا ان البلديه مقبله باش ان تنمي الموارد ديالها، مقبله ان تنظم المدار الحضاري ديال المدينه، مقبل ان تكون عندها واحد المستقبل، واحد الاستراتيجيه مستقبليه بالنسبه للبلديه. اذا هذا التصميم التهيئه هو واحد المخطط الاستراتيجي ديال المستقبل ديال المدينه، ولكن بغينا ان هذا المخطط الاستراتيجي اللي هو موضوع امامنا خص يلبي رغبات ديال المدينه، رغبات ديال البلديه، مسائل ديال المجلس البلدي، لجنه التعميل، ان ملي كتجي تناقش باش تبث واحد الرخصه انك تلقى عندها واحد تصميم تهيئه ان ممكن ان تبث اما بالرفض او بالموافقه، ولكن يكون واحد تصميم في المستوى. اذا ان السي حسين ولا السي علاد راه ما ذكروش جميع المشاكل اللي جا به هذا التصميم. اذا حنا راه هاد النقاط اللي غادي ندرسوهم جميع ونرفعو للجهات المعنيه اللي هي هاد المهندس اللي هاد الدراسه. كنا كنتمنى ان هاد الدراسه تشمل لنا جميع التراب البلدي بالجهاز التوسع التوسيع، ماشي انه يقلصوها، لان علاش مشى قلص باش ما عنده تكلفه، عنده خذا المارشي بالعدد الامتار اللي خذا بالكيلومتراج، ولكن دار فيها الغابه باش انه ما يديش واحد المجهود جبار اضافه باش انه يكون عندنا واحد النوع ديال التوسع ديال المدينه المستقبلي. اشنو هي الاستراتيجيه ديالنا ديال المجلس؟ الاستراتيجيه هو بغينا نخلقوا واحد المدينه في المستوى، بغينا هذه المناطق اللي خاويه
توسع فيهم المدينه اما تكون زون فيلا ولا غيرها، ولكن اضعف الايمان اللي هي خاويه نضبطوا فيها انا نقول بلا، ولكن تكون عندنا ضابطه قانونيه ديال التعبير في المستوى، لان فعلا اشنو عندنا اليوم اللي كنا كناقشنا كمكتب وكمجلس، قلنا هاد الناس اللي بنوا عفى الله عما سلف، ولكن باش تسويه الوضعيه القانونيه، ماشي يبقى الانسان بنا ونمشيو نهدموا له، راه ما كاينش هذا التهدم، نسولوا الوضعيه باش يكون في الضابطه القانونيه ديال التعبير، تجيب لنا خص تسويه الوضعيه قانونيه باش المواطن يمشي يسكن يكون عنده ضوء الماء ويمشي يحفظ دارو. إذن هنا أولا راه الناظور دات وعندها واحد التجربة في هاد التسوية الوضعية دخلها دخل مليار ونص، وعلاش بالإنصات ما ناخذوش نفس الاتجاه وتكون عندنا قانونية في الضابطة ديال التعبير باش ما نكونوش محرجين أمام القانون، لأن ما يمكنش تجي الوكالة كتحرجوا فيها في الاجتماع تقول لنا أن القانون ما كاينش ديال التسوية الوضعية، علاش مارتشيكا كاين عندهم؟ ولكن خصنا دابا كندافعوا الضابطه القانونيه ديال التعبير تجي فيها اصلاح الوضعيه ديال ما يمكنناش ان نجيو نهدموا اليوم ولا ان نحرموا المواطن ديال 50 30% ديال المواطنين اللي تبعناهم. هذه خصنا ندافعوا عليها. ثم الطرق، لا يعقل انه عندنا مشكل حاليا ديال ان الدعاوي في المحاكم اللي حكمت على البلديه واحد القدر مالي مرتفع ما يمكنناش نأديو، نجيو نزيدو اخر، واش ان البلديه ممكن انه تهدم هاد الديور اللي كما جاء على التدخل ديال الزريوع ولا ديال السي الروماني انه الطريق شق واحد كاين موجود طريق وشقوا المنازل، اذا يمكن غادي تكون عندنا في هاد البلان ديناجمون واحد 1000 دار اللي خصنا نجيبوها. واش البلديه ما عندناش وقت نفكروا في الترياب؟ واش غادي نحرموا هاد الناس ما يبنيوش وما يحفظوش؟ اذا اللي مطالب منا كاعضاء والمطلوب منا اليوم هو انه نحاولوا ما امكن داك الطرقات ينقصوا لا 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 داك الشيء اللي موجود ويرجعوا الطرق اللي كما قال السي علان اللي منجزه. لا يعقل ان عندنا الطرق المنجزه والسي المهندس دار البلان في تونس ولا في اماكن اخرى ما نزلش عندنا الساحه، خصو يجي عندنا الساحه ويعرف شنو عندنا باش ان ياخذ المعطيات كما قال السي زريوع ميدانيه باش يعرف الطرق اللي كاين والوضعيه الراهنه ويجلس مع المجلس ونعطيو راينا كمجلس باش ان النهار في المصادقه والنهار اللي غيجينا مصادق من طرف الجهات المعنيه تكون عندنا واحد بلون اللي عندنا تنطيقي اللي ممكن انه يدينا الامام ما يحرمش المواطن ويخلق المشكل للمجلس اللي ما يمكنش انه يتناقش فيه الاخر البلون ديال المواطن اللي غيتقدم لنا. اللي مطلوب اليوم هو ان المهندسين بجوج وان الاعضاء راهم معكم لان اجل انه ياخذوا ما يمكنناش نناقشوا جميع الحيثيات اللي موجوده في هذا الفورم. اذا اللي نطلب منكم كمهندسين ان تاخذوا لنا بدقه المشاكل اللي جا به هذا التصميم. لا يعقل ان بالنسبه لفرنسا غيكون غابه، هذه بالنسبه نهائيا حنا بغينا فرنسا يكون مدينه، راه بلديه فرنسا ماشي غابه، عباد الله كاين شي في المغرب شي مدينه بلديه وفيها نص ديال التراب ديالها المدار الحضاري غابه، ماشي يجينا هذا المهندس يفرض الاراء ديالو بالكيف اللي بغى. فعلا عندنا اماكن اللي منحدره غير صالحه للبناء احنا معاه، ولكن مناطق اللي هي مهله باش تكون مستقبليه تكون زون فيلدا وغيرها انه ياخذ بعين الاعتبار، لان عندنا التوسع ديال المدينه وجماليه المدينه لا هو يكون عندنا واحد التصميم اللي وافق الساكنه ويوافق الحاجيات ديال المواطن. اذا احنا انا بصفتي كمفوض في هذا المضمار ديال التعبير انا كنعاني مشاكل مع الوكاله وما عنديش مشاكل مع مارتشيكا، كان نمشي لمارتشيكا الساعه حسن حاج كان مجرد كندخل هذا مرفوض، حتى احنا كنرفضوه لان هذاك السيد ما احترمش الضابطه ديال التعبير ولا انه دار لك شي تحايلات واللي مسموح بالجميع ما عندنا مشكل. خمسة دقائق كان نناقشوا 10 15
كنجيو هنايا مع الوكاله، مع الوكاله كنبقاو هنا ساعه، مجرد ساعه واحد البلوك كيترفض. علاش؟ علاش؟ لان تصميم التهيئه اللي دار ما جاش تحت في الواقع. اذا اللي هنا نطلب اللي كان عندنا كقانون حصل عليه في البلان اللي قبل خصو يتحترم، بحال هاد الطرق اللي هم فيهم ولا الاربع مناكب اللي كما كاسي ميمون ولا سي حسين اللي عندهم تروازيام ايطاج، ولا هذاك مكسب قانوني ما يمكنش اليوم نجيو نغيروه اللي عندنا الناس تحت عليهم رخصه ديال تروازيام. هذاك راه هذاك لا تناقش، كان غادي نناقشوا الطرق اللي موجوده، ناخذوا بعين الاعتبار الطرق والعرض ديالهم باش ان نحافظ ثم عن الطرق. كما اشار سي سعيد هنا ما خصش يكون عندنا هذا احمر هذا ابيض، حنا اعضاء مجلس بلدي كنمثلوا الساكنه ديال بني صعب فيها 54000 سكينه، اذا حنا جينا هنا كمحامين ديال هذه السكينه ندافع عن المصلحه العامه، ما كاين لا كحل ولا زرق، حنا اللي بغي فعلا خصنا ندافعوا على الجميع لا الوان سياسيه ولا غيرها، حنا كتهمنا المصلحه العامه. اللي عنده شي اقتراح مرحبا به، منا حتى نهار الاجتماع، نهار الاجتماع منا حتى نهار الاجتماع تكون عندنا وجدنا كاين وجدنا كل ما يهم هذه السكينه كيهم هذا البلان داميناجمون، وظن انه منا حتى النهار ديال الاجتماع باب مفتوح ديال المهندسين بجوج، اي موعود واي مواطن عنده شي اقتراح عنده شي حاجه تضاف لهذه المسائل راه الاشاره. اذا حنا اللي بغينا هو ان نخرجوا هذا البلان، وغادي نتصلوا مع المهندس اللي مكلف بهذا التصميم، نتصلوا به غادي نطلبوا منه انه ينزل عندنا باش يناقش معنا هذا التصميم ونعطيو الاراء ديالنا قبل ان نمشيو للرفض ولا نمشيو للموافقه. اذا اللي باقيين سعاده الرئيس هو انه البلان بغينا انه يخرج الوجود واحد الحله جميله اللي كتسابق السكينه واللي مقبوله من طرف السكينه ومقبوله من طرف المجلس. حنا المواطنين كنتظروا منا الكثير واللي علينا وكنتحملوا هذه المسؤوليه امام الله وامام التاريخ، ان هذا التصميم التهيئه هو نبرات ديال المستقبل، وهو تصميم وهو انه تصميم انه مخطط الاستراتيجي ديال العمل ديال هذا المستقبل ديال المدينه. على التصميم انا غير واحد الملاحظه على هادو اللي بناو بالرخص، ان واحد العدد اللي شفت انا بناو بالرخص ومع ذلك تخترقوا، هذا واحد يعني شي حاجه اللي ما فهمتش انايا. واش السيد بنا بالرخصه اليوم كتجي كتقول له دايز فيك الطريق، واش هذا معقول؟ سي با لوجيك، لان الا بقينا على هذه الحاله كنشجعوا الناس باش يبنيوا البناء العشوائي، وحنا ما بغيناش هذا الشيء. حنا كنا كننتظروا يجي هذا البلان باش عباد الله نعطيو ليهم الرخص، يهزوا الرخص ديالهم يبناو بناء قانوني. واخا كاينين بزاف ديال اللي عندي هنايا من بينهم انا بديت بالرخصه ودات فيا الطريق. واخا حنا هنايا باش ما نهضروش على نفوسنا كنهضروا على بني نصار وفرقانا. واخا هنا الا بقينا على هذه الحاله، حنا اليوم بغينا تسهيل المسطره على المواطن باش يهز الرخصه ديالو، تسهيل المسطره. شناهي تسهيل المسطره؟ دابا كنلقاو الشارع في التصفيف 18 ديور هنايا و 18 من هنايا، الشارع ديال 12 متر وكتجي اليوم كتقول له الشارع ديال 15، هادي سي با لوجيك، كيف لا يعقل؟ واش غتهدم من هنا وتهدم من هنا؟ ما يمكنش. كيبغي يزيد كتقول له بلاتي راه عندك طريق ديال 15 متر. واخا الشكايات راه كاينه 400 غير 400 باقي الناس ما جاوش. 500 والجاليه المغربيه واش فكرتوا فيها ولا لا؟ المقيمه ببني نصر وفر خالد ما في خبرهاش، ما عندهاش الخبر. عندها واحد الطريق هنايا على سبيل المثال في إغمارية رقم 88 كان مشى بسر، راه تما السي حسين راه عارفو،
كان مشى طول مسرح ودار، فاش دار داز في واحد القطعه مشات كلها ثلاثه ديور، مشاو كلهم مع العلم انه الى مشى الى مشى طول ما غادي يقيس حتى وحده. ما فهمتش انايا، ما فهمتش كيفاش هذا المهندس اللي دار هذا التصميم، ما فهمت والو. ولهذا هذا التصميم لم يراعي املاك الغير. هذا التصميم هذا الشيء اللي كنشوف انا لم يراعي املاك الغير، خص فيه اعاده النظر. حتى الوقت اللي عندنا نهار 16 خصنا نصدقوا عليه راه غير كافي. كان من المفروض واش يتاجل، شوفوا نتوما واش يتاجل ولا، لان المساله اللي غادي تكون قانونيه الا يتاجل راه احسن يتاجل. واش هذيك السيد غادي تسدوا له لاباس ديالو كلها؟ يجي هذاك اللي تحكم عليه ويجي يبني يشد عليه كيفاش؟ راه حكم ما وصلش شهر باش يحكم عليه. ها هي الخبره، كيف باش في البلديه عطاتلو بلا كاين الشارع ديال 20 متر. ها هي دابا السيد كيتسائل واش يسد لاباس ديالو؟ شكون غادي يعطيو له دابا الحق؟ المحكمه عطاتلو، عطاتلو البلد يعتقبه، جاب التصميم ديال اليوم تحيد كل شيء، ما فهمنا والو، بغينا شكون اللي غادي يجاوبنا غير على هذا المواطن. شكرا السي المواطن. هذا المواطن. غادي واجبنا ان شاء الله السي على هذا المواطن. 20 سنة تما راه تما، حنا كنتسناو هذاك الطريق، اليوم ما كاينش، فاجئنا ما كاينش طريق. السي نور الدين السي نور الدين ما كاينش. السي مهدي. وكاين عاود ديال سميتو. ل 51 الديور من الطريق 51 ديور من هنا ديور من هنا داروا 12 متر في واحد الحي. هذا شنو؟ الانسان خفت غادي يوقع له بحال ديال الفرخانه كما قالوا الاخوان الاعضاء اللي سبقونا. حتى حنا مشينا للوكاله الحضاريه في هذاك الوقت ما لقاوش اللي دافعوا على بلان داميناجمون، يخص ما نكذبوش على روسنا. والسيد دابا اللي دار بلان داميناجمون ديال الفرخانه هو كان في دارو دار سوريا. لها تقرير، التقرير ديالنا ياخذ بعين الاعتبار، يؤخذ بعين الاعتبار احب من احب وكره من كره. هنا هيئه دستوريه، مجلس سيقرر، ماشي انه دابا عندنا نصوتوا ولا ما نصوتوش. حنا عندنا ملاحظات ديال المواطنين وملاحظات ديال المجلس، يتقال ما ياخذهمش بعد 100%، ولكن انه غياخذوا واحد القسط الاوفر ديال المقترحات ديال اللي غناخذوا. هذا اليوم كنناقشوا تصميم تهيئه البلدان، واحد الوثيقه ماشي نهائيه. اجتهدوا هذا المهندس ودار واحد، ولو انه خذا بعض الادوار ما كانتش نهائيه. خذا بين ان مصلحه البلديه ومصلحه ديال المهندس، ولكن ماشي مع المصلحه المعنيه بالامر الا وهي المجلس البلدي. مصادقه ديال المجلس البلدي ان عنده رفيو، ماشي الرفض، حنا ما كنرفضوش، الا رفضنا نعطيو الجهه المعنيه الجهه اخرى الصلاحيه باش دير اللي بغات. حنا نناقشوا وندافعوا عن النقط اللي عندنا ديال الشكايات ديال المواطنين. واحد، جوج، هاد النقاط اللي غنناقشوهم غيحضروا معنا الوكاله والمعني بالامر والعماله ممثله، ماشي غير الباشا، غيحضر مصلحه العماله ويحضر معنا الوكاله اللي هي معنيه بالامر، ويحضر معنا المهندس اللي عندنا تكلف بهذا التصميم. والمناقشه ديالكم والمقترحات غيكونوا واجدين، ما ياخذوش 100% لان ما يمكنش انه ياخذ 100% لان راه ما عمرو دار برو ياخذوا فيه جميع المقترحات ديال المواطنين. لابد ان يكون فيه بعض الناس اللي غيضروا فعلا، ولكن غيكون فيه انا خويا خذوا بعين الاعتبار احد من